مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده ويوم جديد معاكم النهارده في برنامجنا اليومي مصر جميله. في البدايه عايزه يعني اقول لكل مشاهدينا وكل مصر وكل المصريين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مرور 50 سنه على نصرنا في حرب اكتوبر المجيده 1973. قبل ما نبدا موضوعات حلقتنا وقبل ما اقدم فقراتنا النهارده، حابه ابدا الحلقه بخبر مهم، وبمناسبه كمان ان احنا يعني حاليا في عدد من المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، وان الفترة اللي جاية هيتم عمل انتخابات رئاسية. فالخبر بيقول فريد زهران بيتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية الى الهيئة الوطنية للانتخابات. تقدم المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران اليوم الأحد بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة الى الهيئة الوطنية للانتخابات. وكان المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران قد أنهى صباح اليوم إجراءات الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة. نرجع لكم مرة تانية وهنقدم فقراتنا دلوقتي. معانا النهاردة في حلقتنا فقرتين، طبعا يعني مش محتاجة اتكلم عن شهر اكتوبر ان هو شهر الانتصارات الكبيرة، وانه مش عشان يوم واحد بس الجيش المصري انتصر فيه يبقى باقي الشهر ما نحتفلش بالانتصار العظيم ده، ونفضل دايما من خلال الاعلام المصري نوضح قد ايه الجيش المصري ابهر العالم كله. الحقيقة ان الاعلام المصري كان له دور كبير كمان في تحقيق انتصار اكتوبر المجيد سنة 1973 على الجيش الاسرائيلي، وده طبعا ساهم بشكل كبير في نجاح خطة الخداع الاستراتيجي واللي اذهلت كل اجهزة المخابرات في العالم. ده موضوع فقرتنا النهاردة، اول فقرة هتكون معانا، وهنتعرف اكتر على دور الاعلام المصري في حرب اكتوبر من خلال ضيفنا اللي هيكون موجود معانا في حلقتنا، استاذ دكتور حسن علي، استاذ وعميد كلية الاعلام الاسبق بجامعة السويس. كلمنا بالتفصيل عن دور الإعلام وإيه اللي حصل بعد نكسة 67، وإزاي الثقة رجعت تاني للشعب من خلال الإعلام، وإزاي كان في تعاون ما بين الصحافة والإذاعة وكمان التلفزيون. كمان هيكون معانا فقرة تانية، الفقرة الثانية الحقيقة برضو فقرة مهمة جدا، لأن هنتكلم فيها عن قد إيه المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتعمل جهود كبيرة جدا زي ما كلنا شايفين الفترة الحالية والفترة اللي فاتت، والجهود دي بتبقى من أجل تطوير وتحسين حال الريف المصري، وإن هي تحاول إنها تخفف على المواطن المصري البسيط. المبادرة كمان بتبذل اهتمام كبير جدا لكافة القطاعات الخدمية اللي من شأنها إنها تأثر طبعا على جودة حياة المواطن في مختلف محافظات الجمهورية. ومن المحافظات اللي اهتمت بيها وركزت وبدأت انها تركز عليها اكتر مبادرة حياة كريمة هي محافظة الشرقية في مرحلتها الاولى، واللي هنتكلم عنها في فقرتنا النهاردة، واللي بيجرى العمل بداخلها في 860 مشروع داخل مركز الحسينية في 41 قرية و740 تابع و نجع. وبخصوص الموضوع ده بشكل عام واهم المشروعات كمان اللي جاري تنفيذها في محافظة الشرقية ودورها في تحويل القرى لمدن صغيرة، هيكون معانا ضيف الفقرة الدكتور احمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية. ده الفقرتين باختصار اللي هيكونوا موجودين معانا النهارده في حلقتنا. هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع لكم مرة تانية نبدا فقرتنا. بنبدأ أولى فقرتنا النهاردة عن دور الإعلام المصري أثناء حرب أكتوبر وما قبل حرب أكتوبر، واللي هيكلمنا في الفقرة دي، وبنرحب بضيفنا النهاردة أستاذ دكتور حسن علي، أستاذ وعميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة السويس. أهلا بحضرتك معنا، كل سنة وحضرتك طيب وبخير. أهلا بيك، كل سنة طيبين، إعلام المصري كله بخير، كل إخوة وزملاء، ودايما مع كل أكتوبر
ما ننساش دور الإعلام المصري في حرب أكتوبر. أكيد، وبالمناسبة دي عايزة أبدأ كلامي مع حضرتك. يعني قبل حرب أكتوبر، قبل 6 أكتوبر 73، إزاي الإعلام المصري وقتها كان من بعد نكسة 67؟ الأوضاع كانت عاملة إزاي وكمان أثناء حرب الاستنزاف؟ وطبعا الإعلام ما يصنعش من الهزيمة نصر، لكن كمان في نفس الوقت له أدوار أخرى، وظائف أخرى بيلعبها جنب اللي احنا بنقوله لأولادنا في الجامعة، التثقيف والترفيه وبناء الوعي والحاجات دي. الحقيقة من بعد يونيو كان الاتجاه العام في الإعلام كله، صحافة، إذاعة، تلفزيون، سينما، مسرح، كان في بناء الوعي، لأن كان المصري خارج بجراح الهزيمة من ناحية، الشعب المصري بينكت على نفسه وينكت على مشاكله. الشعب المصري ما كانش يعني عنده القدر من الوعي ان في اشياء ما يقولهاش يستفيد منها العدو. فالحقيقه الاعلام المصري لعب دور كبير قوي في التوعيه وبناء وعي جمعي مصري يساند الجيش المصري، يساند اللي واقفين على خط النار على القنال. كان في دور كبير قوي اتعمل في هذا المجال. هل قدر الإعلام المصري ان هو بعد نكسة 67 يعيد الثقة مرة تانية ما بين الشعب وما بين الإعلام؟ بالتأكيد، هو المسألة كانت محتاجة وقت كبير قوي، لأن حصلت فجوة في الثقة في الأول، خلينا نبقى صراحة، وما كان يبث في صوت العرب أيامها من مبالغاته وخلافه. لكن الدكتور محمد عبد القادر حاتم رحمة الله عليه، والراجل ده أيام ما كنت مذيع هنا في احتفالات أكتوبر أنا كنت بستضيفه، وفي حاجات يمكن هتبقى مفاجآت بقولها لأول مرة حكاها لي، وتم بثها من 25 سنة في البرنامج العام. الدكتور حاتم الحقيقة استخدم الأداء الهادئ والنبرة الهادئة، النبرة الواثقة، وبقى مفيش خبر يبث إلا إذا كان يطابق الواقع أو يلامس الواقع. مفيش وعود تتقال ويبقى في حاجة مخالفة ليها، إلا لما انتقلوا من أول يوليو زي ما حكالي 71، انتقلوا إلى خطة الخداع الاستراتيجي، والإعلام كان ليه الدور الرئيس، دور المهم جدا جدا في إدارة الخداع الاستراتيجي على ثلاث مستويات من مستويات كبيرة جدا. ففي مرحلة استعادة الثقة والتعامل مع الواقع، وفي مرحلة بقى اللي شارك فيها في خطة الخداع الاستراتيجي اللي تخلي العدو على يقين ان احنا مش هنحارب. مش هنحارب، الدولة دي ماتت والناس دي ما تقدرش تعمل حاجة. مجهود كبير عشان الإعلام المصري يظهر انه مفيش اي حاجة وان احنا مش هنحارب، وان هو يبقى يعني محترف في خطة الخداع الاستراتيجي. كان موضوع صعب بالنسبة لي وقتها. بالتأكيد، يعني أنا قابلت اثنين من الوزراء المهمين جدا في حرب أكتوبر، الدكتور محمد حسن الزيات وزير خارجية أثناء حرب أكتوبر، وسجلت معاه في بيته، والدكتور محمد عبد القادر حاتم، وكان من حسن حظي اشتغلت معاه في المجالس القومية المتخصصة لما طلب يعني أشتغل معاه جنب عملي في الإذاعة. خطة الخداع الاستراتيجي اللي وضعت بحضور القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس السادات، القائد العام للقوات المسلحة المشير أحمد إسماعيل، مدير المخابرات العامة، مدير المخابرات الحربية، وزير الثقافة والإعلام اللي هو الدكتور عبد القادر حاتم، مش بصفته وزير الثقافة والإعلام أو الإرشاد القومي، إنما بصفته نائب رئيس الوزراء، لأن كان رئيس الوزراء في هذا التوقيت رئيس الجمهورية أنور السادات، فكان نائب رئيس الوزراء يعني نائب رئيس الجمهورية في الوقت ده الدكتور عبد القادر حاتم. الخطة وضعت على مستويات ثلاثة. إيه هي؟ مستوى عام، وبعدين مستوى ميداني على الجبهة، وبعدين مستوى سياسي ودبلوماسي دولي. الحقيقة إتقان هذه الخطة هو اللي حقق المفاجأة. العدو كان متفوقا. طيب أنا هستأذن حضرتك لأنه دلوقتي جه ميعاد أذان المغرب، هنطلع لأذان المغرب ونرجع مرة تانية نواصل حلقتنا.
فيها عن دور الإعلام المصري أثناء حرب أكتوبر وقبل حرب أكتوبر، وكلامنا مع دكتور حسن علي. دكتور حسن، كنا لسه بنتكلم عن إزاي تمت خطة الخداع الاستراتيجي من خلال الإعلام المصري، وإن الخطة كانت كبيرة جدا وتمت على أكتر من مرحلة. يعني كان وضعت على ثلاث مستويات: المستوى العام، والمستوى الميداني، والمستوى السياسي والدبلوماسي. على المستوى العام كان التخطيط بيحاول يوصل للعدو ان عدم القدرة على شن حرب في الأجل القريب. مثلا الرئيس السادات يقول عام الحسم 71 معناها نحارب، فالعدو يستدعي الاحتياط، بيكلفه تكلفة مالية ضخمة جدا، الحياة بتقف في إسرائيل، وبعدين يجي الموعد اللي حدده السادات ما يحاربش، مفيش حاجة تحصل. مش كده بس، تعمد بالاتفاق مع وزير الإعلام أن يقول في الخطب حاجة وفي الواقع يعمل حاجة تانية، فيبان رئيس دولة ضعيف، ويبان الراجل ده ما بيحققش كل اللي بيقوله، بيصدر صورة تخدع العدو عن النوايا الحقيقية اللي هو شغال عليها. فكان في تنسيق، ده قمة الذكاء، تنسيق هايل. يعني العرب بيقولوا على النوعية اللي زي السادات كده داهية، ده كان داهية دهاء فعلا بمعنى الكلمة. عايزين سؤال برضو مهم جدا استكمالا لكلام حضرتك، يعني حابين احنا نعرف يعني حكايته من حضرتك، الدوري المصري كان ايه دوره في الإعلام مع الإعلام ومع حرب أكتوبر؟ حاجات كتيرة جدا في خطة الخداع الاستراتيجي مع وزارة التموين، مع وزارة التربية والتعليم، مع الشباب والرياضة والدوري العام. دولة هتحارب مفروض توقف الدوري، لا، الدوري اشتغل، وبالعكس كان كمان حتى يوم المعركة كان فيه مباراة طلعوا العساكر تتفرج، اللي هو حاجة لا يمكن حد يتوقعهم. هم بيراقبوا 24 ساعة. أوكي. الناس اللي شايفة الجرايد امبارح بتتكلم على الدوري، وأول امبارح بتتكلم على الدوري، والبرامج في التلفزيون، والتعليقات الرياضية، والمباراة اللي تحدد لها الموعد في نفس يوم المعركة. ده مثلا توجه يقول في حالة استرخاء شديدة. مش كده بس، قائد الطيران المصري الرئيس مبارك الله يرحمه يطلع التلفزيون يصوره وهو مسافر ليبيا، صوروه طالع المطار، وصوروه بيركب الطيارة، دقيق قبل المعركة بساعتين يطلع الآن. مش كده بس، دكتور عبد القادر حاتم وزير الإعلام نائب رئيس الوزراء قبل الحرب ما تقوم موجود في ليبيا، وزير خارجية موجود في أمريكا قبل الحرب بثلاث ساعات، كان مجتمع بكسنجر وبيتكلم بيقول له الحقنا واعمل معروف وشوف لنا حل وعايزين نوصل له. ده مش وضع بلد هتحارب. تسعة وزراء في الوزارة المصرية خارج حدود البلاد، وزير التجارة في لندن بيعمل اتفاقية، مش عارف وزير سياحة في أسبانيا بيعمل اتفاقية معرفش ايه، الإعلام شغال ينشر. ده هقول لك حاجة قالها لي الدكتور حاتم عجيبة الشكل، كانوا عايزين يستوردوا قمح ويأمنوا كمية الأقماح في مصر، لأن لما المعركة هتقوم المواني هتقفل، المطارات هتقفل، كل حاجة، وحين تبدأ الحرب لا نعرف متى تنتهي، فعايز ضعف كمية القمح. لو طلبوها زي الطلبية كل سنة هيلفت نظر المخابرات الإسرائيلية. يعملوا إيه؟ الإعلام تطلع أخبار أن السيول الأمطار تسببت في إتلاف بعض الصوامع اللي فيها كميات ضخمة من القمح، أن العصافير وسوء التخزين كلوا مش عارف إيه من القمح، يبدأ الإعلام يشتم وزير التموين، يبدأ البرلمان مجلس الشعب يعمل استجواب لوزير التموين. وزير التموين الراجل مأمن كل حاجة، لكن كان الهدف أن يلفتوا الانتباه، فبعد الهيصة دي وبعد الخناقة وإدانة وزير التموين والمطالبة معرفش إيه، يطلعوا يشتروا كمية قمح بتاعتنا كاملة غير اللي موجود بالفعل. لولا الإعلام أخرج ده إخراج متقن مقنع، يبدأوا الأول أخبار تتسرب واحدة واحدة،
على ما تعرض له مخزون القمح في مصر. لا هو كمان كان في تعاون ما بين يعني الاذاعه والصحف وكمان التلفزيون، يعني الثلاثه مع بعض كل واحد بيقوم بدور معين. خطه شامله بمعنى الكلمه. لما يصوروا العساكر المصريين على الجبهه قاعدين بيمصوا قصب بيرقصوا بيغنوا وفي فنانين بيزوروهم، في اخطر من ده. ما فيش جندي كالاوامر على الجبهه ما يبقاش على دماغه الخوذه. اليوم ده وقبلها بيومين ثلاثة أوامر ما فيش عسكري يحط على دماغه خوذة. العساكر كلها دماغها عارية من غير خوذة. ده مش واضح حد هيحارب. خطة خداع استراتيجي متقنة على المستوى الميداني. كان توجيهات للعساكر يغنوا ينزلوا مية يستحموا ما يلبسش خوذة. على المستوى السياسي حركة الوزراء في 9 دول منتشرة. على المستوى العام حالة الاسترخاء أغاني ومسلسلات وكوميدي وأفلام زي أفلام المقاولات في السينما. فعلى المستوى العام بيقول الدولة مرحرحة. الصورة اللي رسمت لرجل الدولة رئيس الدولة كمان أنه مش ناوي يحارب، ده راجل ميت خالص ما مش هيعمل حاجة. فالحقيقة الإعلام كان ليه دور كبير قوي في إنجاح خطة الخداع الاستراتيجي قبل المعركة ثم أثناء المعركة. لما نشوف مثلا من أصدقائنا عبد المباشر كان مراسل الأهرام، مراسل حربي للأهرام، وهو بيتكلم حمد الكنيسي في الإذاعة وهو مراسل عسكري أو مراسل حربي. أثناء الحرب كمان ما كانت شغالة، ما كانش في أي كلام بينبهوا بيه. التعليمات اللي صدرت أول حاجة البيان مين اللي يقراه، مكتوب إزاي، لهجة هادئة تماما وصياغة هادية، الأداء ما فيهوش أي انفعال، ما فيش عنتريات في الأداء. واحد بيقرأ خبر بيقول في البيان صباح اليوم حصل كذا كذا من العدو وقواتنا ردت عليه بالمثل. البيان بعد كم يعني دقيقة أن قواتنا اضطرت تعبر القناة لترد العدوان ما عرفش إيه. فصياغة العدوان البيان طريقة أداء القاء نفسه والأداء كانت هادية جدا. هادئ. التعليمات بقى الأكتر أني ما فيش أخبار تنشر إلا اللي جاية من جهة واحدة القوات المسلحة وتدقق الأرقام ويقولوا أقل من الحقيقة. لدرجة أن العدو كان بيقول إيه، الإعلام المصري يكذب خسائرنا أكبر من هذا. يعني لو في 100 دبابة يقولوا 50 أو يقول 70 دبابة. فخدنا درس في 67، لغة الإعلام في 67 غير لغة الإعلام في أكتوبر 73 تماما. يعني يعني الحقيقة كلام حضرتك جميل، وكنت لسه عايز أسمع باقي يعني المراحل والمستويات وكل كمان كان معايا أسئلة كتير حقيقة كنت عايز أسألها حضرتك، بس للأسف الوقت يعني خاص بالفقرة خلص. شكرا جدا لحضرتك جزيلا. أستاذ دكتور حسن علي، أستاذ وعميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة السويس، شكرا ليك. شرفتنا. كل سنة طيبين والشعب المصري كله بخير. وانت دايما طيب وبخير. خلصت فقرتنا لكن لسه حلقتنا ما خلصتش. هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع لكم مرة تانية نستقبل ضيف حلقتنا في فقرتنا اللي جاية.